مالك وصانع من صناعه، وبالتالي فلست إلا أنحني أمام القانون احتراما وتقديرا. القانون في نظري هو المساواة والديمقراطية والضرورة والحاجة، والمساواة بكل معانيها، وبالتالي فالقانون هو العدالة. لهذا فإن القائمين على القانون لابد أن يتصفوا بالعدل، وأن يكونوا أن يكون لهم صفات العدالة القدرة على تحقيقها. هنا ومن هنا يكتسب القانون جلالة وحيادة وقدرته وفاعليته، وانحني له جميعه احتراما. يمثل القانون قيمة وفضيلة لا عليا لا يعلوها أحد. وأذكر أنني أفديت عمري كله خدمة للقانون. لقد بدأت حياتي وكيلا للنائب العام، كنت وكيلا وحيدا للنيابة فقط، وأنا وكيل للنيابة العامة قبل أن آخذ فئة الممتازة، الوكيل الوحيد في تاريخ القضاء المصري، وأفتخر بذلك. وإذا كانت الجامعة اختارتني ضمن بيئة التدريس إلى أن أصبحت عميدا بكلية الحقوق، ثم بعد ذلك عملت في السلطة التشريعية، وهكذا خدمت بجميع سلطات الدولة خدمة للقانون، سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية بدءا من حياتي. إذا كانت لي نصيحة للأجيال القادمة فهي أن يتصفوا بالقانون وبصفات القضاء. ما أحلى القانون وما أحلى القائمين عليه، إنهم العدالة في كل معانيها، والحيادة. ولهذا فإن القانون في صنعه وفي تطبيقه وفي تعليمه وفي تكريس كلامه يمثل قيمة كبرى. إن الإنسان يحتاج إلى القانون ويحتاج إلى القضاء في كل دقيقة تمر به. ولهذا فإن القانون يمثل ضرورة واحتياجا لا غنى عنه. اسمحوا لي أن أشكركم خالص الشكر على هذا التكريم، وهو تكريم للقانون نفسه، فما أنا إلا خادم قدامه، هو سيد القانون وسيد الجميع، وبالتالي فلست إلا شاكرا لكم أفضلكم، شاكرا للقانون أنه أعطاني فرصة أن أجتمع بكم وأن أجتمع بكم وأن أخدمكم. شكرا جميعا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.